في البداية، أسباب اهتمام الأمريكيين الأوائل بالعالم الإسلامي، من الأسباب المهمة هو استعباد الأمريكيين في المغرب العربي، خصوصا في الجزائر، حيث كان الجزائريون غالبا ما يسطون على السفن الأمريكية في البحر المتوسط، يأخذون ركابها ويستعبدونهم أيام تأسيس الجمهورية الأمريكية. اهتمام الأمريكي الأول بالمسلمين بلغ الذروة في الأعوام أو في العقد الممتد ما بين 1785 و1795، أي أيام أزمة العبيد الأمريكيين في الجزائر. هذه العلاقة تركت أثرا عميقا في الثقافة الأمريكية. هنالك وثائق سياسية ودبلوماسية بين أمريكا وبين دول المغرب العربي، هي مصادر مهمة لاستخلاص هذه الصورة. ومنها من هذه الوثائق السياسية مذكرة جيفرسون ورسائل جول بارلو وكتابات ويليام شيلر، وسنشير إلى كل منها. جول بارلو، هذه صورته، كان سفير أمريكا في الجزائر في هذه السنوات، وكانت مهمته هو استخلاص المستعبدين الأمريكيين في الجزائر من أيدي الجزائريين. أما ويليام شيلر فكان أيضا سفير بعد بارلو في الجزائر، وكتب كتابا لطيفا عنوانه Sketches of Algiers، مشاهد من الجزائر، صدر عام 1886. وكتابات العبيد الأمريكيين أنفسهم من خلال رؤيتهم للمجتمع المسلم خصوصا في الجزائر لما كانوا مستعبدين هناك. وقد جمع أحد الباحثين الأمريكيين وهو بول بايبلر هذه الوثائق، شهادات العبيد الأمريكيين في الجزائر، تحت عنوان في كتاب عنوانه عبيد بيض وسادة أفارقة، White Slaves African Masters. وهنالك بعض الكتابات الأدبية أيضا في بداية الجمهورية الأمريكية مهمة جدا لاستخلاص هذه الصورة. ومن أهم ما وجدت من هذه الكتابات كتاب الجاسوس الجزائري في بنسلفانيا، وهي قصة صدرت عام 1787. ثم رواية أخرى أو مسرحية كتبتها روزانا راوسن عنوانها عبيد في الجزائر أو صراع من أجل الحرية، Slaves in Algiers or a Struggle for Freedom، وهي إحدى مسودات الدستور الأمريكي، لم تعتمد ولكنها المسودة الأولى، وقد أورد نصها جيفرسون في سيرته الذاتية. تنص في مقدمتها على أن ملك إنجلترا يرتكب ضد الأمريكيين القرصنة الحربية وغير ذلك من مخازي القوى الكافرة. والمقصود بالقوى الكافرة طبعا هي الدول المسلمة في شمال إفريقيا كما لاحظ تيموثي مار وغيره. أما النظرة إلى الأوطان، فكوتن ماثر مرة أخرى يصف الجزائر بأنها بلاد التنين وبطن جهنم، والبارلو كان في الجزائر يصف الجزائر بأنها عرين القرانصة ومجمع الخبائث والأرض الملعونة والمكان البغيض ووكر الفساد والوباء والحماقة. حتى قال بارلو ساخرا، يقول بارلو ساخرا: لقد خلق هذا العالم بطريقة لم أكن لأوافق عليها، فهنالك أشياء لم أكن لأخلقها لو كان لي من الأمر شيء، ومنها مثلا مدينة الجزائر. وحينما رحل عن الجزائر، هو كل هذا يكتبه في رسائل يرسلها إلى زوجته المقيمة في مدينة مارسي الفرنسية. حينما رحل بارلو أخيرا عن الجزائر وصف نفسه بأنه شبح خارج من جهنم.